السلام عليكم. استكمالا لتدريس مقرر دبلوم التحليل الكمي في التكاليف، كنا بندرس مع بعض الاتجاهات الحديثة في إدارة التكلفة الاستراتيجية. وبيعتمد الإطار العام لتدريس هذا المقرر على 5 فصول، سوف نكتفي بتدريس 4 فصول منها فقط. قمنا بالفعل بتدريس الفصل الأول والثاني، والنهاردة إن شاء الله هنتعرض لدرس اسمه تقييم طرق قياس قيمة رأس المال الفكري، وإن شاء الله المحاضرة القادمة والأخيرة هتكون مدخل سيجما 6 في تطوير مستوى جودة الخدمات. نبدأ دلوقتي في تناول موضوع اسمه تقييم طرق قياس قيمة رأس المال الفكري. في أوائل التسعينيات ظهر لأول مرة مصطلح رأس المال الفكري، وده كان على يد مدير لإحدى الشركات الغذائية. كان بيدرس تقييم الشركة الخاصة بيه، إن هو كان في الأول أهم موجودات الشركة واللي هي ثرواتها كانت تتمثل في المصادر الطبيعية، وبعد كده اتطورت الشركة دي إنها بقت تعتمد على رأس المال المادي والأصول الثابتة، وتمثل عندها هي أهم الموجودات داخل الشركة. لكن كانت آخر مرحلة بتمر بها الشركة كانت مرحلة متقدمة جدا، إن بدأ ينظر إلى إن رأس المال الفكري هو أغلى المكونات اللي ممكن تعتمد عليها المنشأة في زيادة أرباحها. وبالتالي بدأت تظهر الفكرة إن مش شرط رأس المال المادي هو المصدر الوحيد لقياس قيمة المنشأة، وإنما ممكن ننظر لرأس المال الفكري أو المعرفي كمورد استراتيجي في بناء قيمة المنشأة، بحيث أنها تقدر أنها تحقق أعلى مزايا تنافسية، تفوق تنافسي على منافسيها في نفس السوق. كمان في ظهر في التسعينيات شركة إسكانديا، ودي شركة سويدية كان تخصصها الخدمات المالية والتأمين والبورصات. حددت في الهيكل التنظيمي عندها بوزيشن، وده كان أول مرة يتحدد في الهيكل التنظيمي منصب اسمه مدير رأس المال الفكري، وده الدلالة بتاعته أن هي الشركة مؤمنة بأهمية ملكية المعرفة والتكنولوجيا والمهارات المهنية اللي بتحقق بيها بقائها ونموها المستمر. وعلى منتصف التسعينيات بدأت تبقى فيه جهود بحثية أكتر إن هم يبدأوا يعملوا حاجة اسمها إدارة رأس المال الفكري، وده ظهر في إن هم يعملوا مؤتمرات وندوات بشكل منتظم كلها تبقى مرتكزة على هدف مناقشة إن المعرفة ممكن أن تتحول إلى أرباح، إنها ممكن تستغل كافة موجودات المنشأة من أصول معرفية وتحقق بيها كفاءة إنتاجية. ودي كانت نظرة مختلفة، إن مش شرط الآلة اللي بتحقق بيها الأرباح أو تزيد من الكفاءة الإنتاجية، لكن كمان ممكن القيمة اللي أنا بتكلم فيها اللي هي المعرفة اللي ممكن تملكها الشركة. ومع بداية القرن 21 زاد الدور المعرفي بين الشركات، وأطلق على المرحلة دي الاقتصاد المعرفي، علشان كده بيقول لك أدى دوت إلى التحول من الاقتصاد الإنتاجي اللي هو بي إيكونومي، يعني production economy أو ممكن يطلق عليه عناصر الإنتاج التقليدية، إلى ما يطلق بالاقتصاد المعرفي اللي هي knowledge age أو knowledge economy، عشان كده الاختصار بتاعها كي economy، وده اللي بيعتمد على رأس المال الفكري في إنتاج الثروة الاقتصادية، أهمها أنها تعتمد على المهارات التراكم المعرفي داخل الشركات. ممكن ننتقل إلى تلخيص بتصور في شكل كده يلخص لنا الفكرة كلها، إن إحنا كان المرحلة الأولى كان النقطة الأساسية هي التركيز على تكنولوجيا التصنيع، وكان الهدف إن أنا هنتج المنتج ده بكم وحدة تكلفته تبقى أقل تكلفة ممكنة، علشان هو دوت اللي أنا ممكن أكسب بيه ميزة تنافسية في السوق. انتقل التفكير دوت لتطور آخر، وبدأ يركز على العميل والجودة، يعني بدأ يقول أنا عايز أكسب عملاء جدد، عايز أحافظ على العميل القديم اللي كان عندي، عايز أقدم المنتج ده بأعلى جودة ممكنة. ودي كأنه بيعتمد على مرحلة أخرى اسمها تكنولوجيا المعلومات، في أنه إزاي يحافظ على الحصة السوقية بتاعته في السوق. وانتقلنا للتطور أخير، هي المرحلة اللي احنا فيها، أنه هو بدأ السعي يبقى يركز على إزاي يزود القيمة، سواء قيمة المنشأة أو قيمة العميل اللي بيتعامل معاه، والمرحلة دي بنسميها تكنولوجيا المعرفة. يبقى كان عندنا التقدم التكنولوجي مر ب3 مراحل، تكنولوجيا التصنيع، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعرفة. بدأت تزيد الدراسات المحاسبية والبحوث إنها تدرس رأس المال الفكري طالما أنه هو ليه قيمة، ويعتبره أصول غير ملموسة، يعني لو بيبص في الميزانية ممكن يبص في الجانب بتاع الأصول، كان مسمي فيه عندي أصول متداولة، أصول ثابتة، أضافوا ليها كمان جزء اسمه أصول غير ملموسة ممكن يحط فيها رأس المال الفكري، بتستمد قيمتها من القدرة على أنها تحقق منفعة اقتصادية في المستقبل.
وده التعريف بتاع الأصول. يبقى أنت لو بترجع في المفاهيم بتاعت محاسبة سنة أولى ويقول لك عرف لي يعني إيه أصول تملكها المنشأة، فيقول لك هي الممتلكات اللي ليها القدرة على أنها تحقق منافع اقتصادية في المستقبل. أمثلتها إيه؟ الشهرة، براءات الاختراع، حقوق النسخ، العلامة التجارية، الثقافة بتاعت المنظمة، القدرات الابتكارية، الخبرات التراكمية وهكذا. أما عن تعريف رأس المال الفكري، فهو مجموعة من الموارد والأنشطة المعرفية غير الملموسة التي تتكامل معا في تحقيق منافع مستقبلية، وذلك عن طريق تقسيم رأس المال الفكري لثلاثة أنواع من هذه الموارد. النوع الأول رأس المال البشري، النوع الثاني رأس المال الهيكلي، النوع الثالث رأس المال العلاقي. وقبل ما ندخل في شرح الأنواع اللي فاتت، نبدأ الأول نقول إن التعريف دوت في نقاط ما ينفعش ان انا اختصرها. وانا بعرف رأس المال الفكري لازم افتكر تعريف الاصول، فالاصول اصلا هي عبارة عن تلك الموارد التي تحقق منفعة مستقبلية. ما انساش الكلمات دي ابدا في تعريف رأس المال الفكري، لان ما هو الا انه نوع من انواع الاصول، لكن اصول غير ملموسة. يبقى الكلمات التلاتة المهمة انها رأس المال الفكري هو عبارة عن موارد وغير ملموسة وبيحقق منفعة مستقبلية. ما ينفعش ألغي كلمة من الثلاثة دول. يبقى هو مجموعة من الموارد، أدي أول كلمة مهمة، غير ملموسة، أدي الكلمة الثانية، وكمان تتكامل معا في تحقيق إيه؟ منافع مستقبلية. أما عن الثلاث أنواع هنبدأ ندرسهم دلوقتي. مفيش فيهم طبعا كلمة رأس المال المادي. رأس المال المادي ده كنت أنت حضرتك بتحطه في حقوق الملكية لما كنت بتقولي إن الميزانية عبارة عن إيه؟ جانب أصول وجانب خصوم وحقوق ملكية. أنا هنا ما بتكلمش على رأس المال المادي، أنا بتكلم على رأس مال برضو، لكن بتكلم عليه في نوع آخر، نوع غير ملموس. يبقى حاجة بتملكها المنشأة وهيحقق لها امتلاك ليها منفعة مستقبلية. رأس المال البشري وطبعا بيتكلم فيها على العامل، على الموظف، على المدير، أي عنصر بشري يكون مسؤول عن التفكير والابتكار. أما رأس المال الهيكلي ده بالنسبة لنا بيتمثل في إيه؟ ثقافة المنشأة وهي بتدير المنشأة، الهيكل التنظيمي اللي بيتقسم على حسب مناصب ومستويات إدارية، درجة التكنولوجيا اللي بتطبقها المنشأة. أما رأس المال العلاقي جاية من الاسم بتاعه، هو كافة العلاقات اللي بين المنشأة والأطراف الأخرى، فمثلا العملاء، الموردين، الجهات الرقابية، المنافسين وهكذا. دلوقتي احنا كان عندنا الشركة بتمر بحاجة اسمها القياس المالي التقليدي، أما الآن فبدأ يبقى فيه نظرة أخرى في القياس اسمه قياس رأس المال الفكري. فلو بنقول في قياس المال التقليدي كان المدخلات الأساسية اللي بيعتمد عليها هي مقاييس مالية وكمية فقط، أما في رأس المال الفكري فهو بدأ يعتمد على مقاييس أخرى إدراكية غير مالية. يعني ما تقيس مثلا درجة تفاعل العامل، درجة انتمائه، المفاهيم دي اسمها مقاييس إدراكية. قياس المالي التقليدي بيوفر مخرجات تعبر عن نتائج التدفقات النقدية السابقة والحقيقية، وملوش دعوة بأي تأثير غير ملموس على قيمة المنشأة. أما في قياس رأس المال الفكري فبدأ يستخدم نتائج تكون ناتجة عن إيه؟ إن أنا استغليت الكفاءات والمهارات والمعارف والخبرات المتراكمة بين العاملين، وده بالنسبة لي ببدأ أتبع فيها مساهمة كل فرد أو كل عملية تشغيلية في إن أنا بقول المنشأة دي قيمتها بتزيد أو بتقل. المقارنة الثالثة، القياس المالي التقليدي بيعتمد على تبويب تقليدي معروف هو الأصول، الخصوم، الإيرادات، التكاليف. أما رأس المال الفكري فبدأ يعتمد في ظل الاقتصاد المعرفي على تبويب حديث، إنه بدأ يتكلم على العاملين بالمنشأة، العمليات التشغيلية اللي بتمر بيها المنشأة، العملاء اللي بتعامل معاهم سواء كانت درجاتهم عملاء ذوي أهمية أو عملاء متوسط الأهمية أو قليل الأهمية، وكمان درجة التقدم التكنولوجي. والجدول ده ممكن يبين لنا بالتفصيل المقارنة بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري
كعناصر إجابة. يعني لو هو جالك سؤال نقارن بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري كتصور منك أنت، ممكن تبقى عندك بعض النقاط اللي ممكن تحكم إجابتك، زي الصفات اللي ممكن يتصف بيها رأس المال المادي، إن هو طبعا بيبقى ذو قيمة مادية ملموسة واضحة. لكن رأس المال الفكري ده بيتبع طبعا اتفقنا على إنها الصفات الإدراكية واتجاهات وميول العاملين، فإحنا ممكن نتكلم في نقاط تكون غير مادية أو غير ملموسة. بالنسبة لنا ممكن تقول برضو بيبقى موجود فين الرأس المال ده، فلو كان رأس المال المادي فهتقولي ده ضمن البيئة الداخلية للشركة، بيظهر لك في شكل آلات، في شكل مباني، في شكل معدات، كل ما هو ممكن يكون مادي ملموس. لكن في رأس المال الفكري هتقولي في عقول الأفراد، هو عنده الابتكارات ديت، عنده الخبرات دي، عنده المبادئة دي، كل ده تفكيره. ممكن كمان نقول القيمة، لو بتقول في رأس المال المادي هتقول إن هي رأس المال ده بالاستخدام ممكن يبدأ ينقص. يعني أنا ممكن لما استخدم آلة معينة بعد فترة تقولي استهلكت، لما استخدم معدة أو مبنى معين ممكن تقولي بعد عدد سنوات معينة ممكن يكون تهالك. لكن بالنسبة لرأس المال الفكري بالعكس، كل بمضي المدة قيمته بتتزايد بالابتكار والمبادئة والإبداع. ممكن كمان إيه تاني، بيقولك اللي بيستخدمه، فممكن في رأس المال المادي يقول لك الناحية الجسمانية، لكن رأس المال الفكري هتقول لي طبعا بالنسبة لي العمل المعرفي. الواقع التشغيلي بيتوقف في رأس المال المادي عند حدوث المشاكل، لكن في رأس المال الفكري ده بيتزايد عند حدوث المشاكل. كل ما انت بيحصل معاك اي في شغلك في اي انترابشن تبدأ تدور على الفكرة الجديدة اللي تحل بها المشكلة، وبالتالي هي رأس المال الفكري ده بيزيد مع المشكلة. بالنسبة للزمن، رأس المال المادي له عمر إنتاجي، ولكن بالنسبة لرأس المال الفكري ليس له عمر مع زيادة القدرة الإبداعية. يعني كل ما يكون الإنسان دوت عنده قدرات إبداعية ممكن نقول عليه إنه هو لا ينضب، أفكاره لا تنضب. إلا أن هناك صعوبات بتواجه قياس رأس المال الفكري، وده دايما لما نيجي نتكلم في الموضوع ده مش بس أساس المناقشة فيه إن إحنا نتكلم ونقول معناه إيه وظهر إمتى وتعريفه إيه، لكن المهم فيه إيه مشاكله. ليه لغاية دلوقتي الناس مش قادرة تحط له تعريف؟ حتى التعريف اللي إحنا حطيناه سوا ده اجتهاد. ليه مفيش تبويب أمثل إن إحنا نقول هو بيتكون من إيه؟ حتى التبويب اللي قلت لك عليه إن هو رأس مال هيكلي وعلاقي وبشري ده اجتهاد. مفيش حاجة ثابتة محددة نقول بيها نرجع لها ونقول رأس المال الفكري هو كذا. السبب في ايه؟ انه بيواجه صعوبات، احنا هنقول منها حاجة واحدة على سبيل المثال. احنا اتفقنا ان الدبلوم عندك احنا لازم تكون بتقرأ، لازم يكون ليك مرجع تبص فيه، فاحنا بنفتح معاك بس بعض النقاط وانت تعرف ان انا هبقى محتاجة تعريف، محتاجة اهداف، محتاجة تقييم للاسلوب، وانت بتدور على بقية النقاط في الكتب اللي عندك. فيبقى احنا هنقول صعوبة واحدة من اللي بيقابلها قياس رأس المال الفكري، اول حاجة او اهم نقطة فيها، وطبعا ما ينفعش تعتمد على النقطة دي بس في إجابتك لأنها هتكون قاصرة جدا، لازم أنت بتزيد من دوت أنك تبحث في إيه هي الصعوبات الأخرى اللي بتواجه قياس رأس المال الفكري. إحدى هذه الصعوبات الأساسية هي الطبيعة الذاتية غير الملموسة لمكونات رأس المال الفكري. يعني أنا كل حاجة عندي غير ملموسة، عندي كل حاجة غير واضحة. دايما تتكلم على أن رأس المال الفكري هو موارد غير ملموسة، وبالتالي بدأت الناس تعتمد عليها ويقول لك ان انا ممكن اقيس قيمتها بقيمة الزيادة بين القيمة السوقية للمنشأة وقيمتها الدفترية. يعني مثلا يقول لك ليه المستثمر ممكن يدفع قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للأصل المادي لأي منشأة؟ قال لك الفرق ده هو رأس مال فكري، انا واخد الشركة دي هشتريها عشان الخبرات المتراكمة اللي فيها، عشان الشهرة اللي بتتمتع بيها، علشان الاسم التجاري اللي هي بتتمتع بيه. كمان في مشكلة تانية بتقابل قياس رأس المال الفكري، ان معظم الأساليب الحالية بتعتمد على انها تسجل قيمة الأصول المادية فقط، وده ما بيديش فرصة ان انا اقدم نظرة مستقبلية للتكاليف والعوائد اللي جاية من رأس المال الفكري. التركيز على قياس القيمة والكمية المادية فقط ده بيقلل قوي ان انا ممكن اشوف المزايا اللي ممكن تعود على الشركة لو انا قست القيم والنوعيات الغير المادية اللي هي اسمها الأصول الفكرية. وبالتالي بسبب ان ما فيش ارتباط بين تكلفة الحصول على المعرفة وقيمة هذه المعرفة، بنقول ان هو رأس المال الفكري بنواجه فيه صعوبة جامدة جدا في القياس. مشكلته هي من اهمية ان انا عايزة اقيس قيمته واستخدامه الفعلي للعناصر.
المداخل المختلفة لقياس رأس المال الفكري لثلاث مداخل أساسية. المدخل الأول اسمه مدخل القيمة السوقية، وده بيطرح كذا أسلوب هنختار منه مقارنة القيمة السوقية بالقيمة الدفترية كمثال بالنسبة لها. في مدخل آخر اسمه مدخل القيمة المستقبلية، برضو هنختار مثال واضح بس فيه اسمه القيمة الاقتصادية المضافة. وفي المدخل الثالث اسمه مدخل الوصفي، وده برضو هنختار مثال واحد فيه اسمه بطاقة الأداء المتوازن. مدخل القيمة السوقية ده بديك مثال أول مبسط عشان نفهم الأول المقصود بيه إيه. يقولك إذا كان سعر السهم عند الاكتتاب مثلا 5 جنيه وقيمته الحالية في السوق هي 10 جنيه، يبقى رأس المال الفكري هو الفرق. يبقى هنا في المدخل القيمة السوقية بيعتمد فيها على إنه يقارن بين قيمة القيمة السوقية والقيمة الدفترية. يفترض هذا المدخل إن مكونات رأس المال الفكري هي موارد غير ملموسة، وده احنا عارفينه بتعريف رأس المال الفكري، لكن هيبقى قياسها بيعتمد على قياس الزيادة بين القيمة السوقية للمنشأة والقيمة الدفترية لأصولها. والقيمة السوقية هي قيمة الشركة في السوق حسب قيمة السهم اللي بيحققها كل سهم منها في الشركة. ويبقى القانون اللي هيعتمد عليه مدخل القيمة السوقية عند قياس رأس المال الفكري يساوي القيمة السوقية للشركة ناقص القيمة الدفترية لهذه الشركة أو لأصول هذه الشركة. ده طبعا مش للحفظ ولا حاجة، ده مجرد بس للتمثيل فيه، يعني جايبه لك من مجموعة من الشركات الأمريكية عرضوا ملخص لجدول يبين قيمة رأس المال الفكري لديهم، ومعناه ان هو كان المعيار بتاعهم اللي بيعتمدوا فيه على قياس رأس المال الفكري هو ازاي ينسب الفرق بين القيمة السوقية للدفترية ويبقى قيمة الفرق بينهم يتمثل في رأس المال الفكري. فيبقى مجموعة الشركات دي كلها ده مجرد أمثلة، بيعرض العمود الأولاني المبيعات السنوية لكل شركة فيها والقيمة السوقية والقيمة الدفترية لكل منهم والنسبة للقيمة السوقية للقيمة الدفترية علشان يبين ان الفرق بينهم هو بمثابة رأس مال فكري. من أهم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة اللي هي مدخل القيمة السوقية إن الفرق بين القيمة السوقية والدفترية مش شرط إن هو بيرجع لقيمة لرأس المال الفكري بس، لكن ده ممكن يتسبب في الفرق دوت عديد من العوامل، ممكن منها الداخلي وممكن الخارجي اللي بيأثر على المنشأة، زي النمو الاقتصادي، زي انخفاض معدلات الفايدة اللي احنا ممكن نكون بنواجهه دلوقتي، زي تغير في القيمة الدفترية للأصول. وبالتالي رغم ان ممكن يكون مدخل القيمة السوقية هو مدخل شائع جدا بسبب البساطة اللي بيتمتع بيها ووضوح فكرته، الا ان بيؤخذ عليه عدم الدقة، يعني هو هيسبب عدم دقة في ان انا ممكن الافتراض اللي بيبنى عليه دوت يخليني مقدرش اواجه مقارنة دقيقة بين المنظمات، والسبب ان ممكن القيمة الدفترية تكون مضللة عند استخدام المنظمات دي لمعدلات الاهلاك مثلا لاغراض ضريبية، وبالتالي ممكن ده ما يعكس قيمة رأس المال الفكري أو يعكس كفاءة الاستثمار فيه. والمدخل الثاني اسمه مدخل القيمة المستقبلية، على سبيل المثال هناخد أسلوب القيمة الاقتصادية المضافة، وهو مفهوم اقتصادي لكن احنا هنتناوله وفقا للمفاهيم المحاسبية على انه أداة من أدوات القياس المالي وتقييم القيمة الكلية للمنشأة. وبالنسبة لنا بنعتمد على الأسلوب المفهوم المحاسبي اسمه الدخل المتبقي، اللي هو عبارة عن صافي دخل التشغيل مخصوم منه الفوائد وتكاليف التمويل وهكذا. والحقيقة المفهوم دوت ما بيرتبطش مباشرة انه يقيس لي رأس المال الفكري، لانه بيفترض ان انا كل ما هقدر استخدام امثل لعناصر رأس المال الفكري كل ما هقدر ازود القيمة المضافة، وبالتالي بتواجه القيمة الاقتصادية المضافة بعض الانتقادات، منها على سبيل المثال انها بتعتمد على حساب تكلفة رأس المال، وطبعا ده بالنسبة لي طالما انا عايزة احسب معدل تكلفة رأس المال اذا هي بتتأثر صعودا وهبوطا حسب ما بتتغير معدل الفايدة او يختلف الهيكل التمويلي، يعني نسبة الاقتراض بالنسبة لرأس المال قد ايه داخل كل منشأة. ممكن كمان يبقى فيه نقد اخر ان المفهوم بتاع القيمة الاقتصادية دوت ما بيقدمش مقياس واضح لعناصر رأس المال الفكري، ولا انه يساعدني على اني اقيس العوائد اللي جايه من استغلال راس المال الفكري، بتعزل كافه المتغيرات الاخرى اللي ممكن تاثر عليه زي التضخم زي التغير في السياسات الحكوميه، وده طبعا احنا بنواجهه بوضوح في الفتره دي. فيبقى برضو المفهوم بتاع القيمه الاقتصاديه المضافه غير مؤثر في انه هو يوصلني انه يبقى اسلوب امثل في قياس راس المال الفكري.
أما المدخل الأخير اسمه المدخل الوصفي، وحناخد منه على سبيل المثال أسلوب بطاقة الأداء المتوازن. وبيتجه هذا المدخل، مدخل وصفي بصفة عامة، لأنه يحول التركيز بدل ما بنركز على القياس المادي، يعني نقول إحنا المكاسب أو الخسائر قد إيه، هنركز على القياس الكمي للعناصر غير المالية في ظل تتبع عملية خلق وتدفق عناصر رأس المال الفكري. يعني أبدأ أشوف المفهوم بتاع رأس المال الفكري ده، أمسك عناصره، كل الموارد الغير ملموسة أبدأ أحاول أن أقيسها، وأبدأ أحدد الأهداف اللي بتعود على المنشأة، العوائد اللي بترجع للمنشأة من تحقيق أهداف رأس المال الفكري، وده وفقا لأربع توجهات أساسية. التوجه الأول بيتكلم من المنظور المالي، وده احنا عارفينه اللي هو قياس الربح أو الخسارة في نهاية كل فترة مالية. أما الثلاثة التانيين دول بالنسبة لنا هي التطور في النظرة والتحول نحو القياس الكمي للعناصر غير المالية، اللي هو منظور العملاء، منظور العمليات التشغيلية أو الداخلية للمنشأة، ومنظور التعليم والنمو. بيساعد المدخل الوصفي في أنه هو يوفر إمكانية القياس المحاسبي لكافة الأصول غير الملموسة، وبالتالي ممكن نحن نعمل إفصاح وإعلام لكافة المستثمرين من المنشأة قيمتها الحقيقية كام. ومن أهم الانتقادات الموجهة للمدخل الوصفي عموما بصفة عامة، هو المفروض بيتصف بأنه هو أفضل النماذج المقترحة، لكن هو بيرتكز على أننا لازم يكون عندي تصميم لمجموعة كبيرة من المتغيرات ومقاييس الأداء غير المالي. وبالنسبة لي أصبح ده مقياس غير موضوعي، لأن صعب الموضوعية بتيجي منين، أن أنا أقدر أحط نقاط مقارنة واضحة بين المنشآت وبعضها. ده بالنسبة لي كل منشأة هتختار وتصمم المتغيرات ومقاييس الأداء اللي شايفاها لشركتها مناسبة، وبالتالي يصعب توحيد طريقة القياس لرأس المال الفكري. لذلك بنقول تقتصر فايدته على اعتباره أداة رقابية أكتر من كونها أداة للقياس المحاسبي. كمان اللي ممكن ننظر ليها حاجة إضافية، إن العلاقة بين التوجهات الأربعة اللي هو بيفترضها لبطاقة الأداء المتوازن بتاخد شكل علاقة منطقية. يعني صعب قوي فيها ان انا اقيس العلاقه بين السبب والنتيجه، بين اللي بيسبب القيمه وبين النتيجه المستقبليه منها. في عدم فهم دقيق لكل المسببات اللي ممكن تخليني اخلق القيمه ازاي للمنشاه، ده كله دوت بيقلل من قدره المنشاه على انها تحقق الاهداف الاستراتيجيه او تسعى لتحقيق تحسين مستمر بصفه دائمه. يبقى دايما مدخل وصفي هو طبعا اهم ميزه فيه انه بيقدر يوصف لنا القيمه الحقيقيه للمنشاه، لانه بيدرس كافه المقاييس سواء الماليه او غير ماليه. لكن النقطه الواضحه فيها وتكون نقطه تقصير، انه هو مقياس غير موضوعي بسبب كثره المتغيرات ومقاييس الاداء التي تختلف من شركه لاخرى. في النهاية بنقترح مدخل اسمه بطاقة نتائج المحاسبة الفكرية، ودي لو انت طرح عليك السؤال وبيقولك ان انت مفروض تطرح المداخل المختلفة، هيبقى دوت كأنه بمثابة المدخل الرابع. فده مقترح بطاقة نتائج المحاسبة الفكرية، ورغم ان المكتبات السابقة كلها وضعت مؤشرات غير مالية لقياس القيمة لرأس المال الفكري، إلا ان غالبية المقاييس ديت ما قدرتش توضح العلاقة بين قياس أداء رأس المال الفكري والعناصر اللي مكونة ليه. علشان كده بنقترح ان احنا ممكن نعمل صياغه لمجموعه من المؤشرات غير الماليه بتساعد لتوجيه كل من نوعين اداء: الاداء الاستراتيجي، وده هنطبقه من خلال قائمه المركز المالي، والاداء التشغيلي، وده هنطبقه من خلال قائمه الدخل. اول شق من هذه البطاقه المقترحه هي لقياس التاثير التشغيلي، ودي بتبقى بتهتم على انها هتصمم قائمه دخل بنفس الكونسبت بتعتمد عليه اي قائمه دخل المنشاه، لكن هيكون الاساسي فيها مش هتبص للنظره الماديه في قياس الايراد او المصروف عشان نشوف الربح او الخساره، لكن هيبص لقائمه الدخل عشان يقيس قد ايه الشركه دي اضفنا ليه قيمه في شكل راس مال فكري بمقارنه ايرادات فكريه، أي مكون بيأثر فيها كإيراد بس فكريا، وبرضو نطرح منها المصروفات اللي هي في صورة أي مصروف فكري بيأثر على إجمالي المصروفات. وده كله بنبقى نسب مقترحة وبنعتمد فيها على إن هنقارنها مقارنة بقيمة التغير في القيمة السوقية. فمثلا أي قائمة دخل مفروض هنقول إيرادات ناقص مصروفات عشان يطلع ربح أو خسارة بالنسبة لنا هنا عشان نقيس التأثير التشغيلي ونساعد الشركة في إدراك قيمة رأس المال الفكري. يبقى هي هيبدأ يدور الأول، هي لما أنا أقارن كل المؤشرات اللي تزود قيمة الإيراد الفكري وقارنه بقيمة المصروفات الفكرية،
الفرق بينهم ده هيساعدني في ان انا اطلع فيه قيمة زيادة تمثل عندي ايه رأس مال فكري. فمثلا دي مقترح، مؤشرات مقترحة كلها بتأثر على الإيرادات من الزاوية الفكرية. يعني لما أقول إن أنا هزود التدريب والاستثمار فيه، لما هزود معدل دوران العملاء، لما أزود مستوى مؤشر الكفاءة، لما أزود الإعلانات ووسائل الدعاية، الحاجات دي كلها تأثر في قيمة الإيراد، بس كلها كانت بتتكلم على فكريا، مش بس إن أنا أقول الزيادة في قيمة البضاعة المباعة. يعني أنا بدخل في زاوية تانية في التأثير على الإيراد، كلهم هيبقى المقام فيهم، كل المؤشرات دي المقام بتاعها التغير في القيمة السوقية. أما الأمثلة بتاعت المؤشرات ذات التأثير على المصروفات هيبقى برضو نفس الحكاية، إيه الحاجة اللي ممكن تمثل مصروف لكن فكري؟ عدد الشكاوي، تكلفة غياب العاملين، الوقت الضايع، حوادث العمل، الحاجات دي كلها مصروف برضو، لكن بدل ما بنتكلم على بس الأجور، على الإهلاك، على مثلا قسط إيجار بتدفعه، دي كلها مصروفات مادية كنت أنت متعود تجمعها وتشوف الشركة بتتحمل بقد إيه. دلوقتي بدأت نبص على مفهوم جديد للمصروف الفكري، هو حاجات مرتبطة بأنها بتأثر على المصروف الفكري للمنشأة، وبالتالي مقارنة الإيرادات الفكرية بالمصروفات الفكرية يبين لي قد إيه التأثير التشغيلي للمنشأة دي في شكل تصور لقياس رأس المال الفكري. الشق الثاني من بطاقة المحاسبة الفكرية المقترحة هي بتكون بتتناول قياس التأثير الاستراتيجي، وما دام قلنا كلمة استراتيجي يبقى معناها منفعة مستقبلية، يبقى هتبقى بتهتم بقائمة تانية اسمها قائمة المركز المالي، وقائمة المركز المالي فيها الأصول والخصوم وحقوق الملكية. أنا هتكلم على الأصول والخصوم لأن حقوق الملكية معروف فيها بيتحط فيها رأس المال المادي فقط. أما الأصول والخصوم هي دي اللي أنا هاهتم فيها، إزاي أتعامل مع مكونات رأس المال الفكري، مرة بيأثر كأصل فكري، مرة بيأثر في زيادة الخصوم غير الملموسة، وبيتم برضو المقارنة بالتغير في القيمة السوقية. برضو احنا بنبص على قياس التأثير الاستراتيجي هنبص على المكونات الأساسية للميزانية، وهي عبارة عن الأصول والخصوم. ايه هي النسب المقترحة وانا بقيس فيها حجم الأصول الفكرية؟ هنا مش هنتكلم بقى على المكاتب والأساسات والمخزون والفلوسنا اللي في البنك كحسابات جارية ومثلا العربيات والأراضي والمباني، دي كانت الأصول الملموسة. أما هنا أنا بتكلم على إزاي أقيس خلق قيمة لأصل غير ملموس، إزاي أقيس الأصل الفكري اللي ممكن تكون بتمتلك المنشأة. فهتبقى أمثلة المؤشرات اللي بتقيس ده المال المستثمر في تعليم أفراد، يبقى ده بالنسبة لي مش وأنا بتكلم المال المستثمر في إن أنا بشتري أصول مادية ملموسة زي الأراضي والمباني، لكن هنا المرة دي ببص على الناحية الفكرية، زي أنا بعلم الفرد بدربه، أو مثلا بيقولك عدد البراءات الاختراع اللي ممكن المنشأة تكون بتملكها، ده برضو أصل عنده فكري. لو بقول مثلا الخبرات المتراكمة لدى الناس اللي بيشتغلوا في المنشأة، ده أصل فكري. لو أنت بتتكلم في تقدم تكنولوجي في المعلومات، عندك نزلت كذا سوفت وير بيتكلموا على مثلا ازاي تنزل الـ تحسب الاجور مثلا، عندك ليها نظام او سيستم، يبقى انت بتتكلم على السوفت وير بتاعه الاجور ده، مش الاجر بتاع الموظف اللي قاعد بيشتغل عليه، لكن بتكلم على ثوره المعلومه اللي انت ممكن تضيفها للمنشاه ما كانتش بتطبقها قبل كده. كل المؤشرات دي هيكون المقام بتاعها برضو نفس الحكايه، القيمه السوقيه. أما الخصوم هنركز في المؤشرات دي اللي هي بتأثر على المنشأة في إنها بتخلق ليا أو بتخلق على المنشأة التزام بس يكون غير ملموس، زي مثلا تكلفة معدل دوران العاملين، ده التزام أو خصم على المنشأة، نسبة مبيعات أكبر 5 عملاء، زيادة في رسوم جمركية. أما عن مزايا الأسلوب المقترح اللي هو بطاقة نتائج المحاسبة الفكرية، ممكن نطرح هنا 3 مزايا أساسية. مثلا الميزة الأولانية إن هو قدر يحقق الربط بين قياس قيمة مكونات رأس المال الفكري وبين القوائم المالية المتعرف عليها اللي هي زي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. وطالما الشركات بتقوم بإعداد القوائم دي بصفة معتادة، فده هيساعد الأسلوب الموحد ده في قياس رأس المال الفكري على مستوى المنشآت، وإن أنا أقدر أقارن بين أدائهم بشكل واضح، وده بيمثل عندي ده قياس موضوعي لرأس المال الفكري. الميزة الثانية إن أنا قدرت أحط حلقة وصل بين قيمة رأس المال الفكري والعناصر المكونة ليه. العناصر مين العناصر المكونة ليه؟ اللي احنا كنا قلنا عليه رأس المال البشري والهيكلي والعلاقي.
من خلال ان انا بحدد ايه الاسباب اللي بتحدد القيمة بتاعة رأس المال الفكري صعودا وهبوطا، يا اما يكون ايراد او مصروف وده بيأثر لي في الناحية التشغيلية للمنشأة عن فترة معينة، يا اما يكون اصل او خصوم وده بيأثر لي في استراتيجيا في تاريخ محدد من خلال قائمة مركز مالي. اما الميزة الثالثة انه هيتلائم ويتناسب مع مجالات انشطة مختلفة لمنشآت مختلفة، في ظل ان انا بركز على ايه المسبب الواضح لقيمة رأس المال الفكري والموارد غير الملموسة ان انا ممكن اقيسها كتأثير على قيمة المنشأة ككل. وفي النهاية نقدر ازاي نسأل على الفصل دوت بسؤال كان جه مرة في 2016، بيجيب لك جزء من الدراسة بتاعتك، باراجراف من اللي مكتوبة عندك، ويبدأ يسألك عنه. يعني مثلا الباراجراف ده كان مكتوب عندك، يقولك يشير الواقع المستمد من تتبع الفكر المحاسبي إلى تزايد الإدراك بأن الأصول الملموسة لم تعد تستطيع أن تصنع فروقا جوهرية بين الشركات المتنافسة. ده الكلام اللي احنا قايلينه في الأول، إن مش شرط نعتمد على رأس المال المادي فقط، لكن ممكن نبقى بنوجه الاهتمام نحو رأس المال فكري في ظل بيئة الاقتصاد المعرفي من شأنه دعم المزايا التنافسية وضمان استمرارية ونجاح المنظمات. وعلى الرغم من تنوع مداخل قياس رأس المال الفكري، إلا أنه لا يوجد اتفاق محاسبي على أسلوب موحد لقياسه مع اختلاف ظروف الوحدات الاقتصادية. ويبدأ يسألك على اللي هي العبارة اللي جابها، ناقش العبارة السابقة في صورة هيكل إطار بحثي موضحا النقاط التالية: ألف، الفرق بين كل من نظام القياس المالي التقليدي ورأس المال الفكري، وده احنا تناولناه معاك في جدول. ب، المداخل المحاسبية المختلفة في قياس عناصر رأس المال الفكري، وده برضو طرحنا ليك ثلاث مداخل. وجيم، ابدأ رأيك حول الأسلوب المناسب لقياس رأس المال الفكري داخل شركتك الافتراضية موضحا أسباب تفضيلك لأسلوبك المختار. دلوقتي به وجيم دول ليهم زاويتين في الإجابة، يا إما المداخل المحاسبية المختلفة ممكن تعتمد فيهم على الثلاثة الأساسيين اللي تناولتها الكتابات المحاسبية، يا إما أن أنت تكون المداخل المحاسبية بتاعتك ديت نضيف ليها المدخل الرابع المقترح، يعني دوت as you like، لكن لا يقل المداخل المحاسبية اللي بتطرحها عن الثلاثة. اختار ثلاثة من الأربع مداخل المحاسبية اللي طرحناهم النهاردة ويكون أنت بتطرحهم عشان تبين لنا فيهم أنها في تنوع في المداخل المحاسبية، ورغم تنوعها لا يوجد اتفاق محاسبي. أما الجزء جيم من السؤال هو بيقول إيه رأيك حول الأسلوب المناسب، فأنت معناه أنك هتختار أسلوب واحد من الثلاثة حسب ما أنت بتختار منهم، أو أنت تقول الأسلوب المقترح اللي هو الأخير اللي هي البطاقة المحاسبية الفكرية، يبقى ده اقتراحك أن أنت عايزه بدل الثلاث أساليب التقليدية. يبقى أنت عندك فيه طريقتين في الحل، يا إما هم أربعة وأنت بتختار منهم واحد، يا إما أنت بتطرح ثلاثة بشكل أساسي ويبقى جيم هو بالنسبة لك المدخل المقترح، هو إيه التفضيل بتاعك أو اختيارك علشان تقدر تتكلم عنه بشكل إيه أوضح. وزي ما احنا اتفقنا ان الاسلوب بتاعك لازم يكون ليه هيكل اطار بحثي، يعني تقول الاول مقدمة بسيطة فيها مثلا تعريفه، وبعدين تدخل فيه اذا كان فيه ليه تصور في المداخل المتبعة فيه، وبعدين المداخل دي ليها تقييم يعني ليها مزايا وعيوب، وفي الاخر خالص تبدأ تقول رأيك النهائي. واتفقنا على ان رأيك النهائي لازم يكون محاسبي معتمد على او موثق بأدلة محاسبية، يعني لازم يكون الكلام ده مش حسب اهوائك ان دوت انت شايف انه كويس، لا لازم فيه تدليل على الكلام بتاعك ده محاسبيا. وبالتوفيق ان شاء الله.